اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه وما تثيره من مخاوف وفزع. دكتور احمد اتفضل عشان الوقت عندي قليل. انا بس اقول حاجتين في الاول وبعدين أقول. الحاجه الاولانيه انا ما اقدرش على زعل دكتور علي ده استاذنا الفاضل ويعني حقه عليا وهو بقوله على الهواء ما اقدرش ازعل. لا الله يخليك. الحاجه الثانيه هطلب من حضرتك اقول النقاط من غير مقاطعه علشان اعرف ارجوك لان هو الوقت طيب. خلاص مش مساعدني كمان. اول حاجه في الماده 69 بتاعه في قلق عليه حتى لو كان هناك قلق من الطرف الثاني. الماده بتقول ان الاتفاقيات الثنائيه هيتم الاتفاق فيها على ايه أنواع الأشخاص اللي تغطيهم هذه الاتفاقيات وأشكال وأنواع إعادة التوطين ده وفقا للاتفاقية الثنائية. أيوة دي داخلة في يناير لحيز التنفيذ. لا ما هو ده بيحط دي الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي زي ما قلنا الهجرة دي. أيوة ما احنا بنضرب نقص خطر حتى لو سلمت يا فندم ثنائية. أنا ما عملناش غير واحدة بس عملنا مع إيطاليا ولم ما حطناش فيها أي حاجة خاصة بطرف تاني. طيب فأحب أوضحه. نيجي على النقطة اللي هي المادة 36 اللي الدكتور علي اتكلم فيها اللي ليها دعوة وتخوف فيما يتعلق بالمؤسسات العامة ودكتور علي كما ذكر الخدمات. أحب أقول إن المادة 36 تحت الفصل الثاني اللي خاص بالمنافسة وهنا ما بيتكلم على المنافسة بيتكلم على الممارسات الاحتكارية والمنافسة. ففي المادة 36 بيتعرض فقط ان اي مؤسسات حكومية ما تكونش بتعمل انواع من الوسائل تضر بالتجارة بيننا وبينهم. والمقصود هنا ان في بعض المؤسسات الحكومية بتعطى دعم حكومي فبالتالي ممكن بتكون بتنتج باقل من التكلفة تضر التجارة وهذا النص بيبقى موجود. وفي قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 بينص ان المؤسسات العامة خاضعة لنفس قوانين المنافسة زيها زي شركات القطاع الخاص. نعم. دي النقطة بتاعت 36. نيجي للنقطة بتاعت اتفاقية التجارة العامة في الخدمات او الجاتس او تحرير الخدمات. الاتفاقية دي بتقول ايه؟ بتقول الاساس بتاعنا التزامات الدول في اتفاقية الجاتس زي ما حضرتك ذكرت. تمام. اما ارجع لالتزامات مصر في اتفاقية الجاتس بجد ان مصر عملت التزامات في 5 قطاعات من 12 قطاع. هذه القطاعات هي الاسكان، الاتصالات، القطاع المالي، والسياحة، والنقل. والنقل عملته لان هو كل قطاع بيتقسم لكذا حاجة في حتة واحدة بس اللي هي حفر جوانب المواني دريدجينج بتاع المواني. غير كده ما عملتش اي نوع من اي التزامات. المشكله بقى اللي لا يعلمها الناس وان المفاوضات فيها نوع من المشاكل فيها ان الاتحاد الاوروبي بيحب يدمج حاجتين مع بعض الا وهو ما يسميه حق التاسيس. وهنا حق التاسيس بيعني بيه الاستثمار الاجنبي المباشر مع الخدمات. وده مصر رفضاه كمنهج للتفاوض لان الاستثمار الاجنبي مباشر بتعتبره شيء لوحده والخدمات بتعتبرها شيء لوحدها. وبناء على هذا الرفض المفاوضات متوقفه بقالها 3 سنين بين الاتحاد الاوروبي وجميع الدول المسماه جنوب البحر المتوسط زي المغرب وتونس و فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب يعني حضرتك بتقول لي ان هذه الاتفاقيه وهذه الماده لا تبيح ولا تتيح في باسم تحرير التجارة بيع الممتلكات الحكومية اللي بيملكها الشعب على الإطلاق. طيب انا حد لحضرتك الرد الاخير اتفضل. بنك التنمية والائتمان. بنك التنمية انا ما فهمتش الدكتورة تقصد ايه ان هو هيتباع. يعني انا هو فعلا في تقييم ليه. لا انا ما فهمتش ايه علاقته بالاتفاقية. فكرة ان في يجي حد ملكه هو ملك الارض فياخد الارض بتاعتنا ده ايه علاقته بالاتفاقية؟ لا يا فندم انت بتحرر تجارة الخدمات بما فيها البنوك. طب ايه المشكلة حضرتك؟ ان حد يدخل يعني يشتري بنك الائتمان الزراعي تحديدا ممكن يتباع تحديدا بنك الائتمان والتنمية الزراعية. طب حضرتك اطلعتي على التزامات مصر في اتفاقية الجاتس؟ وشفتي حضرتك الحاجات الموضوعة كنوع من القيود في كيفية التصرف؟ اللي هو ايه يا دكتور؟ يعني قول لنا بدل يعني ما انا اقول لحضرتك بالظبط اصل دي حاجات يعني هقعد اقرا 10 صفحات. لا مش محتاج ده. لكن هاجي لحضرتك فيما يتعلق بالبنوك بالظبط
اولا يعني اولا مصر واقفه تماما دخول اي بنوك اجنبيه وفيما يتعلق بهذه الامور. لا بتبيع البنوك الاجنبيه دلوقتي، لا هي واقفه دخول بنوك جديده. تمام. فيما يتعلق بالبنوك بالظبط، لو حضرتك عايز تعرف اللي مصر التزمت بيه اطلعه حالا. هنا دخلنا في، طب على ما تطلعه اسمع من حضرتك لان انا خلاص. طيب انا عايز اتكلم على انه في 2007 صدر قرار من السيد وزير الصحة والسيد رئيس مجلس الوزراء كان رقم 637 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، والشركة دي حضرتك كانت حولت كل مستشفيات التأمين الصحي في مصر لشركات قابضة. طبعا دي ناس بتتلهف يعني استقطف الثمار وبيع مصر وتفتتها. وعايز اقول لحضرتك انه ده قرار مجلس محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولى بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 4/9/2008 برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي. والحقيقة أن كلنا لازم نقف إكبارا واحتراما لهذا الرجل الجليل اللي منع خصخصة الصحة في مصر في 2007. طبعا بموجب الدستور الجديد مش عايز أحدث ولا حرج، لأنه ما قالش مصر تقدم الخدمة، قالك مصر توفر. عايز أقول لحضرتك أنه في مصر بتتلقى، كان في تقرير صادر في 1997 من ماكيوين، دي جزء من المعونة الأمريكية، وده بيتكلم على إيه اللي هيحصل في مصر سنة 2020 في القطاع الطبي. أنا بس مش عايزة أخد إلا جملة واحدة، إنه مصر لازم تجدول بيع، وبص الكلمة اللي بعدها، أو نقل. أنت هترمي حاجتك، وحدات تقديم الخدمة الحالية، المستشفيات، الوحدات المجمعة، العيادات، إلى القطاع الخاص أو إلى منظمات القطاع العام الاقتصادية، الوحدات بأجر. عايز أقول إن الوحدات دي يعني لازم تكون هادفة للربح. وأنا عايز أرجع تاني وأكد على مسامع كل الناس المشاهدين، اللهم فاشهد اللهم قد بلغت، بيقولوا لنا هنجدول بيع أو نقل وحدات تقديم. طيب يجوز أنا بقول حكايات، تعالوا انا عايز اقول بقى، اقول لك اللي افظع منها. دي لائحه الدراسات العليا لكليه الطب جامعه القاهره صادره في 2009 علشان تتلائم مع النظام الاوروبي، دي بمنحه من الاتحاد الاوروبي. ليه عملنا هذا النظام؟ انا هسيب كل حاجه وهختار لك جمله واحده، تسهيل فرص التوظيف في الدول التي تتبع هذا النظام. حضرتك بيفتح لك الباب يوظف عندك غيرك. انا عايز اقول انا طبعا انا النص اللي بيقول غيرك دي يا دكتور هايل، انا شاكر حضرتك. احنا حضرتك بموجب حاجه اسمها ايرازموس موندس، اللي هي المرحله اللي احنا فيها من مشاريع تطوير التعليم العالي، مفتوح الباب بيننا وبين كتله المشرق، احنا واسرائيل والاراضي الفلسطينيه المحتله والاردن، احنا الثلاثه داخلين في حاجه اسمها تبادل الساده اعضاء التدريس. اللائحه دي ما بتتكلمش على التبادل بس، دي بتتكلم على التبادل والتوظيف. انا عايز اقول النهارده ان اللائحه دي، انا النهارده مش طالبه على فكره تغيير، انا بطلب تغيير اللائحه، بس انا مش طالبه تغيير اللائحه عشان خاطر خايفه منهم، انا طالبه تغيير اللائحه لان اللائحه بتقصي ابنائي من المنافسه. انا ما بقولهمش ما تجيبوهمش، بس ما تطلعوش ولادنا. عايز اقول لحضرتك بموجب اللائحه دي هنكتف كل الاطباء المصريين، هنقتلهم، هنوئدهم، وعايزين يطبقوها في 2013 على كل مصر. انا التتر خلص. دكتور علي، جمله اخيره. في فيلسوف واديب فرنسي شهير في اثناء بعد الثوره الفرنسيه قال ان الديمقراطيه والحريه متوفره تماما والمساواه بين الفرنسيين، والدليل على هذا ان كل من الفقير والغني متساوين في الحق في البيات تحت الكوبري. كلمة أخيرة؟ لا، كلمتين معلش. الوقت خلق، ده ستنزل خلاص. مجد الجلاد عنده حلقة مهمة كلمتين. جدا النهاردة بأخر. أول حاجة اللي الدكتورة قالته ملوش دعوة بالاتفاق، لأن الصحة أصلا مصر ما دخلتهاش خالص. تاني حاجة، في حاجة اسمها قانون العمل اللي هو بيحد أصلا ب10% أجانب، دي حاجة مصرية. تالت حاجة، في حاجة اسمها نقابات ستمنع أي أجانب من الدخول، لأن لازم يكون عندهم رخصة شغل ودي صعب حدوثها. فهذه الدباجة اللي هي قريتها ليس لها أي علاقة، هي مش من عندها. رابع حاجة، اتفاقية الجاتس في المادة الأولانية بتقول إن أي خدمات مقدمة من قبل الحكومة ما بيتطبقش عليها الاتفاقية. وشكرا. المادة 36 نفت الكلام ده. جاتس. بشكركم. غدا مي فاروق، نسمع غنى. تصبحوا على خير.